السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا بكم. نصيحتك لسائقي المركبات اللي يستخدمون الهاتف اثناء قياده المركب. والله شيء غلط. نعم. بس يعني اكو هاي البلوتوث استعانين. يعني مو مال واحد يلتهي بي يستخدمه، وانا راد صار مره وياي حادث بسبب استخدامه. نعم. وبعد قررت ما استخدمه الا اطبق. صحيح. اي يعني مره من المرات ردت طلعت على سايت ثاني وصار وياي حادث قوي. سبب انه عدم الانتباه. عدم الانتباه التهاء بي. نعم. اي. فنصيحتك لاخوانك سائقي المركبات. لا يستخدموا احسن بهوايه. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه. شكرا جزيلا.